السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف ندخل في الدرس الأول من الوحدة الثانية، أحب الله ربي. هنا الله تعالى ربي حفظني، الله تعالى ربي يسر لي الغذاء، الله تعالى ربي يشفيني. أحب الله تعالى ربي. هنا نتعاون لتوصيل الأشياء إلى من يحتاجها. طبعا هنا يحتاج المرضعة هو الطفل، وأيضا يحتاج الدواء المريض، وهنا يحتاج الماء هذا الرجل العطشان. هذه هي إجابات صفحة 53. الآن ننتقل إلى صفحة 54. اكتشف من الآية الكريمة الكلمات التي تشير إلى محبة ربي لي، وأضع خطا تحتها. الله تعالى خلقني فهو يهديني، والله الذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. هذه جميعها نعم، يهديني ويطعمني يسقيني ويشفيني. هنا دعاء في هذه الآية، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الآن ننتقل إلى صفحة 55. في النشاط الأول، أكتب الكلمة المنقطة فيما يأتي. عندما أمرض أقول ربي أشفيني، أحب ربي الذي يطعمني ويسقيني. أصل بين الصورة والآية المناسبة، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. هذه هي إجابات صفحة 55. وهذه هي جميع درس أحب الله ربي. فأتمنى أن أشرح هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة، وأيضا أتمنى الاشتراك في القناة. وشكرا.